بدنا نشوف الباندا. شوف ما لزه هذا، شوف ما يا باندا. اوه سو اكسبنسيف. عامل سفر القطار زي سفر الطيارة. التيكت نشتريها من باب المحطة، هون في مكان بيع تيكتات، نشتري التيكت وبوصلونا على المحمية تبعت الباندا مجانا بالباص. وصلنا عند محمية الباندا اسمها باندا بريدينج سنتر تبع تشينغدو. فصباح الخير واهلا وسهلا فيكم بالحلقة الخامسة من مغامرات ابن حتوت. اليوم بدنا نشوف الباندا. The way to visit pandas. واضح انه الطريق صح. عبد الله هذا الممر بين الشجر جد حلو. صح. تعال نصور شوي هون. يلا. يلا. تعال. شفنا الباندا لأول مرة، بس شوفوا قد ايه في ناس، شوفوا قد ايه في ناس. الباندا واحدة من أكسل المخلوقات الموجودة في العالم، لكن بيكونوا صحيين وعمالهم يتحركوا الصبح فقط عشان يأكلوا، غير هيك بتلاقيهم طول اليوم قاعدين ومنسدحين على الأرض بيعملوش إشي. فإحنا جينا الساعة هلأ 9:30 الصبح، فهم قاعدين عمالهم بأكلوا عشان هيك صحيين. شوفوا محلاوي بتاكل، بس مش مبين هلأ من الكاميرا الثانية بفرجيكم. والله كيوت الباندا الكيوت. طبعا الباندا هذا المخلوق اللطيف اللي موجود هون واحد من اكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم حاليا. في تقريبا 1000 واحد فقط موجود في العالم، وعم بيحاولوا العلماء خلال السنوات القادمة، تخيل ل 2050 او اشي زي هيك، يوصلوهم من 1000 ل 5000. وان شاء الله يتوفقوا، لانه صراحة جد كائنات لطيفة. اغلب اكل هذا المخلوق 99% من اكله هو شجر البامبو. بالله كنت تعرف هاي المعلومة ولا لا؟ ها بعلم فيكم اليوم. تعلم من الباندا انه لا تهتم بالناس، طول وقتك قضيها اكل، كل الصبح ونام بالليل. هذا الدرس اللي بنتعلمه من الباندا، كل الصبح ونام بالليل. لا كل الصبح ونام طول النهار، افطر ونام معلم. ما علموكم في المدرسة؟ ما اتوقع حدا تعلم في المدرسة. مش من قليل بدها تنكرض على فكرة والله. طب زي ما بعرف انه في باندا اسمها بو تبعت الكونغ فو. وانا بما انه مهاراتي العالية في الكونغ فو ستسحق الباندا، هلا بتشوفوا بدي ادور عليها وننزل في صراع بيني وبين الباندا. من سيفوز، انا ام الباندا؟ فكركم هاي ممكن تحداني؟ ايش اسمها؟ مش محطوط اسمها. يا باندا تحديني؟ هاي جبانة ما لهاش مصلحة. تعال تعال نشوف غيره. وين؟ في شكله في هناك كمان باندا، والله لورجيها. استنى تعال تعال. ان شاء الله تكون تلعب كونغ فو، بس لانه بتعرفوا مش كلهم بيلعبوا كونغ فو.
ما بدنا الناس يعرفوا بالخطة تبعتنا. اوكي شكله هون في كتير ناس، فرح اتواصل معها بلغة العيون. لو بتلعب كونغ فو رح تفهم علي. يعني بالتالي الصين البلد الوحيدة في العالم اللي فيها باندز، في جنوب الصين تحديدا في المنطقة تقريبا اللي احنا موجودين فيها، وكل الدول الثانية اللي فيها باندا بتستأجر الباندا استئجار، وحتى لو ولدت في البلد الثاني الباندا بضل حقوقها للصين، ما في ولا باندا ملكيتها لدولة غير الصين. شوفوا شوفوا هذا المخلوق اللطيف، يا الله ما اجمله. انا الباندا لمن لا يعرف هي مخلوق خجول جدا، عشان هيك بتلاقيهم كل واحد قاعد على جهة ومنسدح وباكل ولا نايم لحاله، إلا في موسم التزاوج. موسم التزاوج الذكور بيبدوا يحاولوا يشموا رائحة الأنثى ويروحوا لعندها عشان يتزاوجوا ويجيبوا أولاد، إن شاء الله ألف مبارك بالرفاهية والبنين ويتربوا بعزهم يا رب، وإن شاء الله نفرح بأولادهم يعني وهم نايمين وباكلوا. هون في عنا الباندا بيبيز، بس شوفوا قد في أزمة، كل الناس دم يشوفوا الصغار أكثر من الكبار. متوسط حياة الباندا في الأدغال تقريبا 20 سنة، بينما في المحميات زي هاي 25 سنة. شوفوا شوفوا ما لزوا هذا، شوفوا وصلنا المكان الفيل باندا الحمراء، The Red Panda. هلأ بعد ما خلص فترة الانهار كل الباندات نايمة، ساعة 11:30 فش ولا باندا عم تتحرك، كلياتهم منسدحين على الأرض ونايمين. فتصبحوا على خير، نتركهم يناموا ونروح، احنا خلينا نروح نفطر، لسه ما افطرناش. بالتالي يا جماعة بعد ما خلصنا زيارتنا الباندا، في اشي كتير احترمته في الصين بالنسبة لتعاملها مع موضوع الباندا، انه عندهم حيوان مهدد بالانقراض فعم بيهتموا فيه، بعكس بعض الدول الاخرى زي تايلاند زي الهند اللي عندها حيوان اخر مهدد بالانقراض اللي هو الفيل، مع ذلك بعملوه بطريقة جدا سيئة، وحاليا المشكلة عمالها تزيد والفيل على وشك الانقراض. وغير هيك حاطين قوانين شديدة جدا لأي حدا بمس أي باندا بسوء، بالتالي لايك للصين. رجعنا على وسط المدينة تبعت تشينغدو، السوق هون مش معقولة قد في ناس. بس واحدة من الشغلات اللي لاحظناها طول ما احنا ماشيين، عم نلاقي ناس عم بيجولنا بيحكوا لنا ندخل على المحلات عندهم، اللي اتوقع انه عندهم بضاعه مقلده اللي هي بتدخل هلا بتخيل تحت الارض وبين العمارات وبتصير تفاصل وبيعوك شغلات مقلده بس اسعارها كثير رخيصه. فهلا بدنا نجرب نفوت على واحد منهم. عشان تدخل واحده من هاي الاسواق بتكون ماشي بالسوق الطبيعي، بيجيك حدا حامل كرت انه عنده بضاعه اديداس بوما وكل هاي الشغلات، فممكن انك تلحقه اول ما تدخل على المحل بيضوي لك اياه، بيكون مطفى واشي كثير مخبى. تدخل في المحل بتحكي له مثلا بدي هذا الاشي كم حقه، اول ما تساله كم حقه بيروح بيجيب لك الاله حاسبه بعطيك السعر، فانت بتروح بتاخذ منه الاله حاسبه وبتعطيه السعر اللي انت بدك اياه، وبتبدوا تمشوا في طريق المفاصل الى ان تصلوا الى سعر بالنص. اوكي اوكي ايتي لك مصلحه واحد من هذا. Oh, so expensive. It's like
فزي ما شفتوا هلا هاي هي الفكره، بتدخل على محلات بتكون مخبيه كل بضاعه اللي فيها بضاعه مقلده، بحاول يحسسك انه اصليه وبعطيك سعر كتير غالي، فبتفاصله لحد ما تاخذ سعر بالنص او حتى كتير اقل من النص حسب الشخص اللي انت داخل عنده. بتوقع اللي هلا دخلنا عنده كان عارف انه احنا ما بدنا نشتري، فقلنا روحوا حلوا عني. بس حبيت افرجيكم الموضوع وانه هذا الموضوع متواجد. ممكن اعمل فيديو تاني بس عن المفاصله، تشوفوا قد ايه المفاصله اشي رهيب هون. وقفنا هلا بالليل عشان نرقص مع الختائر اللي بيكونوا بيرقصوا في الشارع. صراحه هدول الناس جد بعطوني امل، يعني بحس عندهم ايجابيه وتفاؤل وامل ممكن يوزعوها على بلد، والرقص معهم كان جدا مسلي جدا مريح. ما كنت متوقع انه يكون لهالدرجه مريح نفسيا، هيك حركات بسيطه سهله كل حدا بيقدر يعملها ومسليه على انغام الموسيقى. الصراحه ترفع لكم القبعات يا ايها اللي كنتوا ترقصوا. وبس احنا في مطار تشنغدو ورح نطلع على مدينة جديدة. هذا كان فيديو اليوم المغامرة الخامسة، شفنا الباندا وهي بتأكل وبتتحرك كل شيء لأول مرة في حياتنا. كانت تجربة جميلة، نشوفكم بالمغامرة الجاي. كثر الله أسفاركم، سلام.